والدليل على ده ان كان في مؤرخ يوناني قديم اسمه هيرودوتس. هيرودوتس كان من اوائل الناس اللي اتكلمت عن نبات القنب اللي هو الحشيش. هيرودوتس كان في كتبه بيتكلم عن عرقية كانت موجودة في اليونان اسمهم السكيثة. دول كانوا بيجيبوا بذور نبات القنب ويجيبوا تحت صوف ويبدأوا يحرقوه، وبيقول ان عندما يستنشق السكيثة هذا البخار يصابون بالدوار ويبدأوا بقى يطلعوا اصوات غريبة ومختلطة. هموت واعرف ايه الاصوات المختلطة. حتى ابن البيطار وهو كان من اشهر الاطباء والصيادلة في العصور الوسطى كان بينصح بالحشيش في حالة التعب الشديد، وفي نفس الوقت كان بيحذر منه. كان بيقول قدر درهم او درهمين من الحشيش قد يدفعك للرعونة والقتل، وقال ان في ناس الناس اللي خدوا الحشيش من قبل اختلت عقولهم.